En résumé, nous ne sommes pas une diaspora. احنا مازال ما لحقناش لدرجة ان نكون جالية جزائرية في المهجر او في الخارج، لانه كل واحد يجبد على قرادو. ما نعرفوش حاجة واسمها باللي المصلحة تاعي زايد المصلحة تاع خويا زايد المصلحة تاع ولد عمي تاع جاري تاع الجزائري اللي كيما انا، لازم نوحدوا المصالح باش نكونوا قوة، والا نكونوا ديما ضعاف وديما ما نسواوش ولو كان نكونوا ملايين. والمثال هنا 17,000 اوكراني في فرنسا قلبوا الدنيا، 6 ملايين جزائري ما قدروا يديروا والو. حنا لي بروف عندنا في كيما نقولوا حنا في الباركور بوليتيك نتاعنا، لو بيتي باركور بوليتيك نتاعنا، اون لي بروف باللي كاين غير الانتهازيين اكزاكتومون. نهار كامل وهما يحسبوا قداه دار لورو في البلاد، هاو دار 30، هاو ان يورو يدير 300 دينار، واش حتربح انت؟ تتقعر في البلاد واش حتربح؟ تربح والو، تجري باش تهبط الطوموبيل في الصيف وتتقعر شهرين وتجي طالع تولي تستريمي. الور كو العدد نتاعنا في فرنسا يسمح لنا ان نكونوا اسياد في فرنسا ماشي عبيد، اسياد، لان صوت الجزائريين في فرنسا يقدر يمد حتى اعتبار الانتخابات الرئاسيه البرلمانية لي كومون. شنو جاو ورانا خير منا؟ الهنود والباكستان جاو ورانا راهم خير منا، ما نحكي لكمش على الليباني ونحكي لكم على الاخرين. علاش حنا زعفانين ضد الجالية الجزائرية؟ لانه عندنا قناعة ثابتة باللي من ناحية سياسية ما كان الا جزائريين المهجر اللي تقدر عندهم تكون الحرة السياسية وحرية التنظيم ونصرة إخوانهم في الجزائر. صافي دير واش نصرة إخواننا في الجزائر؟ مون فرير سور، صافي دير نشعلوا الضوء على الجريمة على عملية الإبادة اللي يقوم بها الاستعمار في الجزائر. دوك نعود نقول الاستعمار باش تجيكم سهلة، باش نواجهوها بالإعلام، نواجهوها بالمال، نواجهوها باللوبيات، نواجهوها باللوبيينغ، ويتهيكل الشعب من بعد مع الجالية، تتهيكل الجالية يتهيكل الشعب، تتشكل جبهة سياسية حقيقية المطلب نتاعها الوحيد الأساسي هو استقلال الجزائر وإقامة دولة القانون العادلة. بس يقدر القانون ماشي عادل، مثلا اليوم في الروس داروا قانون اللي يمد معلومة غلطة على العسكر يروح للحبس، هذا قانون وكيطبقوه يسموه طبقوا القانون، بصح القانون غير عادل. دونك نجدد الطلب تاعي والدعوة تاعي، الجالية تاعنا قاعدة تسمع بعض الناس ما عندهم لا كفاءات لا استراتيجية لا خطة لا برنامج. عبالكم بلي ما كانش فرق بين هادوك اللي يدوروا في المساجد بالشكارة ويلموا في الدراهم بالجمعة وهادو تاعنا حنا تاع بلاص دو لا ريبوبليك واللي حاطين روحهم دي بوليتيك؟ وين هما الجماعه اللي تلاقاو مع البرلمان تاع فرنسا؟ واش درتو؟ قالها لكم رحماني ويعاودها. وين هما الجماعه اللي اوني اون كونتاكت افيك لو ماروك وفيك دا واش درتو؟ والو. النظام الجزائري عاود تهيكل وزاد عفس الشعب الجزائري اللي كان سيد وحقوقه ينتزعها ولو كان بالقوة، ولا اسكلاف يكوفر على 4 صوردي، يرخص على 4 فرنك يعطيوها له، ويزيدوا يديروا احتفال على 4 فرنك هذيك باللي معطاوها له تقد الدكتورة. هذا هو المشكل تاعنا مع لا دياسبورا. لا دياسبورا اللي حبينا نديروا تلفزيون من الشعب والى الشعب، لحقنا قدا 40,000 اورو في عام ونص، ماشي دير لك تلفزيون، ما تمبريمي لكش دي فلاير، انفان تمبريمي دي فلاير فاصون تبارلي. دياسبورا كاملة ما فهمتش الميساج تاعنا، دونك فهمنا اما عندنا احتمالين، اما مازال الوقت باش تجي صحوة سياسية في الجزائر وحنا رانا غالطين نطلبوا من الشعب انه يصحى درك لانه موش قادر،
اما كاين مشكل في الوسط اديكوفرير بلاد اللي كان حاكمها اجودان شاف كما يقولوا بعض الدبلوماسيين والاستراتيجيين والاعلاميين الكبار بلاد قال لك كان ربها اجودان شاف ما قدرناش عليها احنا سي غراف سي تري غراف تري تري غراف لو ميساج جلوبال تاع سي احمد بوعكاز سي قال لكم غابني الحال كي شفت لا دياسبورا اوكرانيان وحبات يتحسبوا على اليد واش داروا وحنا بان صوفيو بلادنا ما درنا والو الوغ كو في اوكران بالك كاينه حرب بالك تحبس دون 7 جور تحبس خلاص صح في بلادنا كاينه عمليه اباده كبيره يبقى الاحتمال الثالث اللي هو ضئيل انه فئه قليله من الجزائريين واعيه وعندها الذكاء وعندها الحنكه وعندها الشجاعه تنتزع الحكم من الظالمين هذو بصح ما تستناوش من الفئه هذه غدوه راح تشارككم في الانتخابات حتى من الفوت يولي ان بريفيليج لي فوتي يسمى ان غران سيتويان مواطن كبير يعني على بالنا به واعي فاهم الراي نتاعو عنده فيه دي زارغومون ما يمدش الراي تاعو هكاك ما يشريوهش بجفنه طعام ما يشريوهش بكاسكروت كاشير باسكو هذاك ما عندوش الحق يفوتي هذاك جاهل هذاك نعتبروه قاصر انسان قاصر ما في عمره 100 سنه لانه الديمقراطيه جماعه الديمقراطيه هذه ماهيش تاعنا احنا ماهيش تاع النيفو تاعنا احنا احنا النيفو تاع الشعب طايح بزاف بزاف بصح نقول لكم النيفو طايح بزاف بزاف باسكو ما يعرفش يفهم لو ديسكور بوليتيك بصح مام هنا في الخارج الشعب المعلومات اللي عنده من الصحافه من لي ميديا ولي ميديا في يد المرفهين والمرفهين يلعبوا مع النظام دونك مام هنا ما كانش ديمقراطيه مام هنا ما كانش حريه حنا الجزائر لازمنا راجل لازمنا ديكتاتور ان اوتوكرات ماشي ان ديموكرات باسكو هادو اللي تشوفوا فيهم ديموكرات سي دي كوناروكرات يكذبوا عليك بما كان الديمقراطيه لبوا على متيتيش دو تروا ملتي ناسيونال كي ديسيديو بلي الرئيس راح يكون هذا راح يكون هذا الوغ كو حنا حتى من الناس اللي يسمعوا لهم الشعب زعما حتى من الناس اللي يسمع لها الشعب تكذب عليه تغلط فيه اون ريزومي قاعده تحشيلو الفايده الخاصه باش تنيغوسي مع اي نظام يجي باش تدخل تشيبا باش تسرق تبرعات معناتها استغلال القاصر اي جو لو ديكلار العربي زيتوت امير ديزاد عبد هشام عبد سمار بن سديرة هادو ناس يستغلوا قصرة الشعب الجزائري استغلال بشع لمن للنظام هذا اللي حكم الجزائر الاستعمار